لذلك نحن ذاهبين بإذن الله لأداء صلاة الجمعة. راني أنا وتوفيق هذا هو استيكينر وحنا درنا العبايات تاعنا. هاك شوف أنا ولدي أنا غادي نصلو بإذن الله. الله يجعل ربي يتقبل منا ومنكم. الطقس راه توجور مغيم بصح بلا أمطار. ندعو الله عز وجل أن يغيثنا غيثا نافعا يا ربي. اللهم غيثنا. نقولوا انا ولدي نضربوا فيها طعيمه. ها ايش انتو فيها يعنقني ولدي. نحطوا ريسانا شويه نقيلوا الجمعه نريحوا. فوق الشير في الشير توجور نبغي نصلي عند الحومه نتلاقى مع ولاد الحومه خطر على خطره. داك الانسان ما راهش قاعد يطلع في الشيخ. هيا تلاقى غير تلاقى مع واحد وتحوم تاع الشغل ولا راك فاهم صافي بليزير تفرح. ايوا هادشي كل واحد راه قاد باتي هاد الدنيا كل واحد قاد باتي هاد الطريق كل واحد فاهم. تاع كي نتلاقى مع ولاد حومه اللي لعبت معاهم كبرت معاهم وكلش نفرح هكا كي نلقى ولاد حومه تاع الصغر وكلش فاهم صافي بليزير. اي سي بورسان نبغي نصلي هنا في المسجد الكوثر كي نتلاقى مع ولاد الحومه تاع بكري. خاطش ولاد الحومه مساكين اللي هجر هجر واللي مات مات واللي رحل راه غير هنا رحل. لي زونسيان مساكين كاع راحوا في اصلا في الشير ماشي كيما بكري سي بلو كوم افون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حومه هذه هنايا تاع فيردينو كون ولي غير 30 طون اريير كي كانت هاد الحومه هنايا معمره. هاد الحومه كانت بلان بالبز والله العظيم. مابقاوش حتى ديك الرشقه هذيك تاع لي زونفون بارتو في القنوته وكلش مابقاتش هادي سفيني والله العظيم. هاد الوقت كانوا معمره الحومه هنايا كنا نضلوا في القنوته نلعبوا منا نطلعوا بلاصيطه نعاود نولوا نعاود تحسب ما كاش البز جيدو خاطر توفيق يدير جيدو عند والله العظيم تحسب ما كاش بز سبحان الله. ليست بمعنى الفاكهه والله تفاح ورمان وبرتقال ولكن كل ما يتسع به الانسان ما يسعد له في نفسه وجسده وقلبه وعقله. قال فوافر بمعنى انهم يسعدون بما يعطيه لهم الله سبحانه وتعالى من جنه. قال وهم مكرمون جنات النعيم. ثم حدد الكيفيه قال على صور متقابلين بمعنى انهم اذا كانت الدنيا في الدنيا قد شغلتهم عباده الله وجعلهم يفضلون الوحدة عن الجماعة لأنهم مشغولون بذكر مشغولون بالقرآن الكريم مشغولون بمتابعة الدروس مشغولون بالعمل الصالح يحبون العزلة يحبون الخلوة لأنهم يخافون على أنفسهم من أن تتطاير إليهم أمور الدنيا فيشغلون بها. في الجنة لا في الجنة على سرر متقابلين سيجلسون على سرر يقابلون بعضهم ليتحدثوا. في الجنة الحديث مباح لهم لأنهم سيتحدثون عن نعيم الله عن فضل الله عن عطاء الله سيلهمهم الله سبحانه وتعالى أحاديث الإسلام. الدنيا تشغلهم توفيق لا يقبل امين. صلينا انا وولدي
انا لا طالع عند داخل الدار انا ولدي ضربوا فيها طايمه تاع الميمه تلاقينا مع ولاد حومه كي كملنا الصالات انا قلت لكم نبغي نصلي هنا في المسجد باسكو نتلاقى مع ولاد حومه قال لي ما مشتاش راني في 20 عام قال لي مشتاش راني في 5 نتلاقى معاهم اللي راهم يصلوا بيان سور اللي راهم مازال ما يصلوش نقولوا ربي يهديهم ان شاء الله. هذا هو هذه هي الجمعه في مدينه سيدي العباس. محمد بزغايا الله يحفظك محمد صحيح او محمد وتحومه تاع بكري سلمت عليه فوق هضروا لقيت مع محمد ثاني كنشوفها خطره في طرف العام خطره كبرنا فيها رحبه الحومه هذه هي تروك ديريكسيون منزلي ديريكسيون طعيمه لي ديزير هذا ورانا غادي نفطر انا توفيق غادي ياكل ضرب في الطعيمه توفيق وانا ثاني كذلك راني حمي في الطعيمه تاعي وانا نضربو في التقربيش ولا تقربوش ولا مش عارف كيسموه بسم الله شوف الشابه شوف التقربوش تاع تيميمو وعندوش هذيك هي تاع تيميمو واه هي تاع تيميمو هي تاع تيميمو وعندي تاع بسكا هاي تاع بسكرا هادي شي تاع موها شوف هادي تاع بسكرا هادي شي تاع مصدق يا موها ما شاء الله تاع العرجون ذاك مازال باقي لي منها بسم الله كانك شابة فيها جا حبة مدودة ولا شوك شابة شوف ما شاء الله بسم الله ما شاء الله دوبو فيها طعيمة كول توفا هذا هو طعيمة طعيمة بالبينة فوالا لي ديزير طعيمة تاعنا بالزبيب والحمص وتوجر على بالك توجر راني توجر عاودت ماشي عاودت ولدت الريجيم هي توجر راني في الريجيم الريجيم تاع ما هو لاهو كرهها تاع المكرة حامية وانا راه تفرفر راك فاهم بلا زيت حبيكم الله لا ولفت ناكل بلا زيت شوف راه يبان والو اصبر اصبر ولفت الماكلة بلا زيت الكروط تاعها وحامي يزلا وانا الحم عندي صلاح فيها كابويا بيان سور الكرافس تخي امبوغتون كرافس انا نموت على الكرافس في الطعيمة كابويا ضربو فيها طعيمة ونخبطوها تقيلة تزيد فيها كاس تاع اللبن وتقيلة راه تخلص هذا اللفت ورا نضيها راوي الطعام نزيدو نقرا تاع بويون فوالا طعيمة تاعنا هي فطفط راك فاهم الحمد لله عز وجل على النعمة بسم الله عمرها توفيق راه داخلها غير البن ورا الناس صلوا في النهار راهم يكذبوا علينا طعيمة حامية